الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في قتل الأوزار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة صاحب المذهب المتبع. قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني اليماني من ثقات الأثبات صاحب المصنف، لكن عمي بآخرة فتلقى كان يتشيع. قال: حدثنا معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني من ثقات الأثبات، وقيل من أزدة الناس في الزهد، وقيل ضعيف في الزهد، وإن كان الأولى هي الأصح. ومعمر بن راشد حديث باليمن أقوى من حديث بالبصر. قال: عن الزهري، أمير المؤمنين في الحديث، روى له جماعة. قال: عن عامر بن سعد، عامر بن سعد القرشي الزهري المدني، قال العجلي تبعي ثقة، قال ابن حبان ذكره في الثقات، وابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث. قال: عن أبيه سعد أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليريني أحدكم من خالي. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويصغ. الوزغ هو، الوزغ هو إيش؟ البرص، بيسمونه في الخارج سام أبرص. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. البزاز ولا البزار؟ نعم البزاز، أنت صح، يعني بيبيع البز. نعم. ثقة، قال ابن معين ثقة مأمون، وثقه أحمد، وأيضا العجلي قال ثقة، فهو ثقة حافظ. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. إسماعيل بن زكريا الخرقاني الكوفي الأزدي الكوفي اللي هو البغدادي، قال ابن معين ليس به بأس، وقال بعضهم أحمد أو غيره قال ضعيف، وأيضا قال بعض العلماء قال ثقة، والحق بأن العجل أيضا قال كوفي ضعيف الحديث، اختلف فيه، اختلف عليه، يعني مرة قال فيه ضعيف الإمام ابن معين ومرة وثقه، والنسائي قال أرجو ألا يكون به بأس، صراحة إن وردت النسائي يقول بذلك، ووافق قولا للتوثيق فهو إلى التوثيق أقرب منه إلى التضعيف. قال: عن سهيل، سهيل بن أبي من؟ سهيل بن صالح؟ عن أبي، ها؟ سهيل بن أبي صالح صحيح؟ نعم. أكوان السمان، نعم. قال: عن أبيه، إذا أبوه أبو صالح ذكوان السمان، وهو من خيار التابعين من ثقات الأثبات، وهو أيضا من أوثق الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: عن سهيل، قال: حدثني أخي أو أختي، قال: عن أبي هريرة، لا شيخان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أول ضربة 70 حسنة. نعم، هنا هذه الحديث، وهذا تبويب، هو باب في قتل الوزغ، باب في قتل الوزغ. احنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان، وهنا أباح قتل بعض الحيوانات، لا سيما ما سماه فويسقا أو سماه فاسقا، والتصغير هنا فويسقا، العلماء قالوا التصغير هنا إما للتحقير وإما للتعظيم، إما للتحقير وإما للتعظيم، فإن كان للتعظيم يعني لتعظيم ضرري، إن كان للتعظيم فيكون لتعظيم ضرري، وأما إن كان للتحقير فللذنب الصغير، وأيضا لقلة حجمه في هذا الباب. وسماه فاسقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي، قال سعد بن أبي وقاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وهذا الحاق منه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، فالبرص ينزل أو الوزغ ينزل تحت الحياة والعقارب، ينزل تحت الحياة والعقارب. فإذا قلنا بأن الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إذن لضرره، والشرع جاء بإزالة الضرر أو بتقليله، بإزالة الضرر أو بتقليله. وقيل
الأمر بقتله أيضا أنه كان ينفخ في نار إبراهيم يزيدها، كان ينفخ في نار إبراهيم يزيدها، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فوسقاً. وهل هو واجب أم مستحب؟ الجماهير على أنه مستحب، الجماهير على أنه مستحب، لكن يا ترى ما الصارف عند الجماهير الذي صرف أمر النبي؟ والأصل في الأمر الوجوب. قلت في السؤال أنه أمر بقتل الوزغ وبينا لما، وأيضا سماه فويسقا تحقيرا لشأنه، والأمر ظاهر الوجوب، وهنا هناك صرف صارف، فما الصارف الذي يصرف من الوجوب إلى الاستحباب؟ هو قد يقال بأن الصارف، أنا كده هتعطل كثيرا، والإخوة والأخوات الآن الحمد لله عندهم ركود فكري وذهني، وهذا يتعبني جدا، وأنا أريد سرعة النظر، فأقول قد يكون الصارف أنه ذكر الحسنات، قال من ضربه في 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 أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، وأيضا في قوله من قتله في أول ضربة فله 70 حسنة، قد يرد على ذلك بأنه يقال، بأنه يقال له طيب هو ذكر الحسنات يصرف الوجوب إلى الاستحباب، ذكر الحسنات يبين أن الواجب الذي يؤديه المرء له وله ما كان من الحسنات، كما قال مسألة الصلاة أنها مكفرات والصيام فلا يستقيم الاستدلال بذلك. قد يستقيم بأننا نقول لا هو فاوت في الحسنات، قال من أول ضربة 100 حسنة في رواية، وقال من أول من ثاني ضربة 70 حسنة، وفي رواية أبو داود قال من أول ضربة 70 حسنة، هو التفاوت هنا الذي بين أنها على الاستحباب، لكن الاتفاق أنها لو تيقن الضرر وجب الدفع والإزالة، لو تيقن الضرر وجب الدفع والإزالة، والحق بأنه فرض كفاية، حق أنه فرض كفاية، إن قتل أحد فلا يأثم الجميع، إن قتل أحد فلا يأثم الجميع، يعني لا يلزم على الأعيان القتل، إن ورد من يقتله، إن ورد من يقتله. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وهذا رزاء وفاق أجل انتباق، أنه كان ينفخ في نار إبراهيم عليه السلام، فكان حقير الشأن، وكان أيضا وكان مأمورا بقتله، أو كان مأمور بقتله. وأما الحديث الثاني ففي قوله من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا، في رواية أخرى أفصح وقال فله 100 حسنة، قال ومن قتلها في الضربة الثانية فله 70 حسنة، وهذه فيها إشكال، يعني ظاهر الرواية في هذا الباب فيها إشكال، لأنه من أول وهلة كانت 100 حسنة، طيب هذه من أول ضربة يعني، ومن ثاني ضربة كانت فيها 70 حسنة، طب هنا الآن من أول ضربة 100 حسنة، من ثاني ضربة معناه أنه تحمل المشقة، والتأصيل العام تحمل المشقة يدل على كثرة الحسنات لا قلة الحسنات، فكيف الإجابة عن هذا الإشكال؟ إذا أوردنا لكم إشكالا فلم نجد عندكم شيئا، أوردنا الإشكال الثاني ليتنا نجد شيئا عندكم في هذا الباب، نقول الإشكال بأنه قال أولا نجيب عن السؤال، قال من ضربه من قتله في أول ضربة فله 100 حسنة على التصريح، أو فله كذا وكذا من الحسنات، من ضربه أو قتله في الضربة الثانية فله 70 حسنة. الإمام النووي يقول بأنه دائما في هذه الأبواب على حتى على في الصلاة 27-25 قال مفهوم العدد ضعيف، وهذا فيه نظر من كلام النووي، لا يقبل كمان كلام النووي في هذا الباب بأن مفهوم العدد أنه ضعيف، مفهوم العدد صحيح، وجمهور الأصوليين يرون مفهوم العدد، قال الله جل في علاه قال عن القاذف قال يجلد كم جلدة؟ 80 جلدة، قال يبقى 80 جلدة هذا تعتقيده الآن، وهذا وصف هنا قيد بعدد فالمفهوم له معتبر، قيد بعدد فالمفهوم له معتبر، وباتفاق الأمة بالإجماع أنه لا يجوز الجلدة أقل من 80، فإذا المفهوم معتبر، فإذا قلنا بأنه لما قال 100 وقال 70 بأن مفهوم العدد غير مراد، نقول لا مفهوم العدد حجة وهو مراد، فيقال هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية هنا قال في أول ضربة 100 حسنة، في رواية أبو داود، وفي رواية أبو داود قال في أول ضربة 70 حسنة، هذا مصدر الإشكال أنه قال 100 وقال 70، فخرج من ذلك النووي بأن المفهوم غير مراد، وهذا المفهوم غير مراد وغير حجة، وهذا لا يصح، والصحيح في ذلك أنه قد يقال أنه في أول الأمر أوحي إليه ب70، ثم ضاعف الله الخير لهم بمن سارع تهيجا للهمم فجعلها مئة حسنة. هنا هذا الإشكال الأول أنا أجبت عليه، ليت الإشكال الثاني تجيبون عنه، والإشكال الثاني كما قلت التأصيل العام في الشرع، أجرك على قدر نصبك
على قدر نصبك ونفقاتك غالبا. ها وقال خلاص اجد. نعم هذه الاجابه الاولى صحيحه. الاجابه الاولى صحيحه بانه عندما يقتل في المره الاولى هذا من باب الاحسان والاحسان مامور به. قال ان هذه اجابه سليمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا قتلتم فاحسنوا القتله. واذا قتلتم فاحسنوا القتله او القتله كان يعني القتله اسمها هيئه. طب هذه اجابه ولا الضربتين لم يحسن قتله. نعم وأمة الغفار وافقت سكينة بهذه الإجابة ممتازة ممتازة. وإجابة أمة الغفار نعم هذه إجابة أولى. هذه الإجابة الأولى الصحيحة لأنه ليس من الإحسان. وقد قال الله تعالى وأحسنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. جاءت يقول أن القوة في الأولى تدل على قوة الإيمان واليقين في الأجر فلازم الزيادة. قد يكون قريبا قد تكون هذه قريبة وأنا أزيد في ذلك زيادة على هذه الإجابة السديدة هو أنه عندما لا يقتله في الأولى يقتله في الثانية هذه فيها دلالة على التراجع والتقاعس منه. وقد يكون أيضا جبنا فيدخل في كلام نعيم في الأول صاحب القناص اللي يقول لك هو قناص جيد فلو 100 ممتاز ممتاز. أيضا قد يقال في هذا الباب أنه لما قال في الأول 100 حسنة قال في الثانية 70 وفي الثالثة أقل فيها السرعة في إزالة الضرر واجبة. السرعة في إزالة الضرر واجبة والتقاعس فيها معناها مخالفة الأمر. التقاعس فيها معناها مخالفة الأمر. وهنا يمكن أن نقول أن هذه المسألة يدخل فيها الوسائل لا أحكام المقاصد. الوسائل لا أحكام المقاصد. إذن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وقال بأنه من الفواسق فهذه تعم على كل فاسق وكل ما كان فيه الضرر في قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ويلحق به كل فاسق منه البرص منه سام أبرص منه الوزغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. وقلنا كان ينفخ في نار إبراهيم عليه السلام. وهذه أيضا كما وضعها في كتب في كتاب الآداب هنا استلقط منها البشير بأنها من الآداب فصرف النهي الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وكان الأمر الالتفات فيه لغير هذا الدليل. الفوائد المستنبطة عدوات أهل الحق تتعدى للعجموات قد وقد. فضل المصارعة في الخيرات. لم يخلق الله شرا محضا بل شر نسبي إضافي أو الوزغ شر وبسبب الوزغ يأخذ المرء 100 حسن. الوزغ شر وبسبب الوزغ يأخذ 100 حسن. أو الآن شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بذلك بيّن وهذا بيان أن الله لم يخلق شرا محضا بل نسبي إضافي. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.